اهلا بيكم حبايبي، سنه اولى اعدادي. انا مستر نسيم، ودي قناه انجلش اي تو 7. النهارده ان شاء الله هناخد الجزء الثاني من الدرسين الثالث والرابع من الوحده الثامنه، يونت 8. عايزين نركز مع بعض ونشوف هنقول ايه وهنحل ازاي، ويلا بينا على طول عشان ما نضيعش وقتنا. اتفضل. اهلا بيكم سنه اولى اعدادي، هناخد الجزء الثاني من الدرسين التالت والرابع من الوحدة التامنة مع بعض إن شاء الله. النهاردة هنتكلم عن superlative adjectives. superlative adjectives معناها مقارنة بصيغة أفضل التفضيل، ومعناها إن أنا بقارن ما بين واحد وبقية المجموعة كلها. يعني في المرة اللي فاتت أخذنا الـ comparatives، وبنقول إن احنا بنقارن ما بين حاجتين ونشوف أنه أكبر فيهم، إنما هنا بنقارن ما بين واحد والباقي، واحد أكبر من الباقيين كلهم في الصفة اللي احنا بنستخدمها. وبرضه زي ما خدنا في الكومباريتيفز، ان احنا عندنا نوعين من الصفات، يا اما شورت ادجكتيفز يا اما لونج ادجكتيفز. الصفات القصيره زي كلمه فاست وولد، كل اللي بنعمله ان احنا بنحط قبلها كلمه ذا ونحط الصفه بتاعتنا ونحط لها اي اس تي، يبقى كلمه فاست هتبقى ذا فاستست، وكلمه اولد هتبقى ذا اولدست. تمام. اما الصفات المنتهيه بإي زي ما خدنا في الكومباريتيفز، مش هنحط لها اي اس تي، هنحط لها اس تي بس، لان هي موجوده بالفعل. زي ما كان في اي ار كنا بنحط لها ار بس، لارج ما حطينا لها، حطينا لها ار، وبرضه لما نيجي نحط لها هنحط لها الاس تي فقط، يبقى لارج تبقى ذا لارجست، كلوزد تبقى ذا كلوزست، يعني الاكبر والاقرب. اما الصفات المنتهيه ب حرف ساكن قبله حرف متحرك، برضو هنضاعف الحرف الأخير، big تبقى the biggest، thin تبقى the thinnest، hot تبقى the hottest، fit the fittest. okay. الصفات المنتهية by نفس الكلام، هنحول ال y ل i ونضيف ال est بتاعتنا، easy تبقى the easiest، حولنا ال y ل i، happy تبقى the happiest، lazy تبقى the laziest، healthy تبقى the healthiest. okay. طب انا بقارن ازاي؟ بالطريقه دي. شوفوا المثال بيقول this bridge، ادي الطرف الاول، ماله verb to be زي ما عملنا في الكومباريتيفز، وبعدين احط the والصفه و est، the longest one. طب انا بقارن ما بين انه كوبري، الكوبري ده هوت، وبقيه الكباري كلها، يبقى this bridge is the longest one، يعني هو أطول واحد، يبقى في حد أطول منه؟ لا. طيب الثانية، هبة is the oldest student in her class، يبقى بقارن ما بين هبة وما بين كل الـ students اللي في إيه؟ اللي في الكلاس. يبقى نقول هبة is verb to be the والصفة est the oldest student in her class، ما بين هبة وبقية الطلبة اللي في الفصل كلهم. يبقى هبة بتسبق كل طلبة في الصفة اللي هي ايه؟ old. اما الصفات long فطبعا مش هينفع احط لها est، لان لو جبت كلمة beautiful beautiful هقول beautifulest، لا طبعا هتبقى كبيرة وصعبة ورخمة. فاحنا بنعمل ايه؟ بنستخدم حاجة اسمها the most و the least، يعني الاكثر والاقل في الصفة. المرة اللي فاتت كنا بناخد كلمة more، فاكرين؟ وless، يعني في المقارنة ما بين اتنين بقول more أو less، إنما المقارنة ما بين واحد والكل اللي هي superlative بقول the most وبعدين أو the least وبعدين الصفة بتاعتي. okay. the most أو the least beautiful، the most أو the least dangerous. المثال يبين لي اللي أنا بشرحه أكتر. بصوا كده بيقول the whale، ده الطرف الأول، is verb to be get the most وبعدين الصفة. احنا كنا بالاول بنقول ايه؟ ذا والصفة و est، بس دي عشان صفة كبيرة طويلة enormous، فجاب هنا كلمة most. تمام. يبقى the most enormous animal. I think math is the most difficult subject، برضو بعتقد ان الماث، ماله math most difficult subject، بيقارن ما بين الماس وبقية الايه؟ المواد التانية، هو الأكثر صعوبة في المواد كلها. This t-shirt is، يبقى التيشيرت هو الطرف الأول، is
the least expensive زي ما اتفقنا the least والصفة بعدين one in the shop يعني هو ايه الأقل غلوا في المحل يعني هو أرخص تيشيرت في المحل نقارن ما بينه وما بين كل التيشيرتات في صفة الرخص يبقى هو أرخص واحد في المحل ده بالنسبة للسوبرلاتيف أو مقارنة بأفضل التوضيح. طيب الصفات الشواذ زي ما خدنا المرة اللي فاتت خدنا باد اتحولت ل worse في الكومباريتيف ليها شكل تاني في السوبرلاتيف اللي هي the worst يبقى bad worse the worst far تبقى farther the farthest far تبقى further أو the furthest okay good تبقى better with the best في الصفة المقارنة بأفضل التفضيل late تبقى later with the latest late تبقى later with the last الاثنين صح كلمة little تبقى less with the least many أو much تتحول ل more في ال comparative و the most في ال superlative okay ده بالنسبة للصفات الشواذ. في هنا جزء مهم جدا هنلاقيه في تحت في اخر الصفحة ده كتاب المعاصر على فكرة عشان لو حد عايز يتابع هنلاقيه في صفحة 88 بيقول هنا ايه لاحظ استخدام صفة التفضيل بدون ذا بعد الاعداد الترتيبية يعني انا بقول اول تاني تالت رابع دي الاعداد الترتيب فبنقول Cairo is the first largest city in Africa يعني اول اكبر مدينة اول اكبر مدينة في افريقيا أصل الجملة كان Cairo is the largest is the largest جبنا كلمة first بنعتبرها صفة لكلمة largest مش largest نفسها لا بنعتبرها برضو صفة لكلمة city بس تيجي قبل كلمة largest لأن هي ايه ترتيب الصفات الترتيبية بتيجي قبل الصفات المقارنة يبقى هنا ايه بنعتبر عادي خالص the largest شغالة خالص ونحط كلمة first ما بينهم Cairo is the first largest city in Africa. ممكن نشيل first ونحطها second, third, fourth, seventh, hundredth وهكذا. Okay. طيب. ايه كمان؟ قال لي ما بنستخدمش كلمة the قبل التفضيل لما يكون في apostrophe S بتاع الملكية. يعني بصوا كده أو صفات الملكية اللي هي دول. عارفين صفات الملكية طبعا my, his, her, your, our, their, its. Okay. نجيب محفوظ is Egypt's best novelist best هي لو انا عايز اشيل best واحط اي صفة تانية تبقى most famous مثلا يبقى نجيب محفوظ is Egypt's most famous novelist هي يبقى صفة افضل التفضيل لو جاء قبلها apostrophe s او صفات الملكية دول ما يتحطش قبلها ده okay Is Ahmed your youngest brother? برضو هنا ايه your يجي الصفة فيها est على طول من غير the. ما قلتش is Ahmed your the youngest brother ما ينفعش. Okay. تشيل the في الحالة دي لأن في صفة ملكية. أما حروف الجر زي in بتيجي مع كلمة فريق أو بتيجي مع كلمة world يبقى he is the best player in the team. هو أفضل لاعب في الفريق. وإيفرست is the highest mountain in the world في العالم يعني أعلى جبل في العالم of تيجي مع الأشخاص سما is the cleverest of her sisters يعني هي أكثر واحدة في إخواتها مهارة يعني أمهر واحدة في إخواتها okay of يجي بعدها أشخاص in يجي بعدها مكان زي the world أو فريق زي the team يفضل استخدام كلمة of قبل السنوات اللي هي ايه زي الارقام دي The death of my uncle is the worst event of 2060 يعني موت عمي كان أسوأ حدث في سنة 2016 طبعا هنا يعتبر ملكية event of 2016 الحدث بتاع سنة 2016 of بتيجي ملكية يعني اقول the pen of my friend يعني كتاب صديقي وهكذا okay جميل طيب تعالوا بقى نحل كام سؤال عشان نطبق على اللي احنا اخدناه The world's suspension bridge opened in Cairo The world's widest, wider
the widest. هنا بقى لازم نفهم كويس ونطبق كويس. هناخد ايه؟ في هنا apostrophe s. احنا قلنا لما يكون في apostrophe s او صفة ملكية نستخدم الصفة من غير the. يبقى نقول widest أرجو. يبقى the world's widest suspension bridge opened in Cairo. Some people think that math is subject of all. Difficult, most difficult, more difficult, the most difficult. تمام. هناخد the most difficult. ليه؟ لأن بقارن ما بين الماث وبقية السبجكت كلها of all يعني كل الايه المواد. يبقى هنا مقارنة بأفضل تفضيل يبقى the most difficult. طب ليه ما قلتش difficult tests؟ عشان difficult من الصفات الطويلة. اوكي؟ ليه ما قلتش most بس؟ لازم يكون في ذا. On Saturdays في أيام السبوت the market is than on Fridays. The market is quieter ولا quiet ولا quietest ولا the quietest. تمام. في هنا than يبقى في الcomparatives اللي فيها ER يبقى quieter. All these houses are nice but ours is. كل البيوت دي لطيفة لكن البيت بتاعنا nicer than, nicest, the nicest, the nicer. هنا بنقارن ما بين بيتنا وبيت كل البيوت يبقى ايه صيغة أفضل تفضيل the nicest يعني الألطف. okay. number 5 بيقول that pen is of all. برضو بيقارن ما بين القلم وكل الإله the better, the best, more good, most good. يبقى نقول the best. This is film I have ever seen. This is film I've ever seen. يعني ده أفضل فيلم أنا شفته أو أمل فيلم أنا شفته أو يعني الصفة اللي هتيجي يبقى هي الأكثر في الصفة. Boring. This is boring film. This is as boring, more boring, the most boring film I have ever seen. يبقى the most boring film I have ever seen. يعني أكثر الأفلام مللا رأيته. Whales are animals in the world. Whales بالنسبة للحيوانات اللي في العالم كلها يبقى are big animals, bigger animals, the biggest animals, biggest animals in the world. يبقى the biggest عشان بيقارن ما بين whales وكل الحيوانات اللي في العالم. What's the town in your country? What's the largest, larger, more large, the most large town in your country? طبعا هنا عندي هناخد ذي بالصفة فيها EST. كلمة large من الصفات القصيرة يجي بعدها على طول ST. ما ينفعش أقول the most لأن most بتيجي مع الصفات الطويلة و large مش صفة طويلة يبقى دي ما تنفعش. okay. كويس خالص. بعد كده بيقول a chair is comfortable. في ناس بتقول comfortable لا هي اسمها comfortable. الR silent. okay. A chair is comfortable than a sofa. Least, little, the least, less. هنا بقى في than يعني مقارنة بالcomparative يبقى نستخدم كلمة less عشان comfortable من الصفات الطويلة. Which do you think is city in the world? Which do you think exciting, more, most exciting, more exciting, the most exciting? Which do you think is the most exciting city in the world? أكثر المدن إثارة أو تشويق. Climbing mountains is the dangerous sport in the world. Little, less, most, more. طبعا هي dangerous صفة طويلة وفي هنا ذا يبقى لازم يجي قبلها كلمة most أو least. يبقى هناخد كلمة most لأن least مش موجودة. okay. بعدها بيقول Tokyo is the busier city in the world. طبعا busier قبلها ذا يبقى هتبقى busiest. okay. busiest يعني الأكثر ازدحاما. One of the more beautiful parts of the museum is the entrance. The more beautiful لا there يجي بعدها كلمة most عشان دي صفة أفضل تفضيل. What is the better place to play tennis near here? أفضل مكان نلعب فيه تنس يبقى هنا مش better هتبقى إيه the best.
The blue car is most expensive than the red car is. وذان يبقى في هنا comparative يبقى كلمة more مش most is more expensive لأنه ما بيقارن ما بين حاجتين اتنين. Okay. هنا بقى المقارنة اللي احنا قلناها قبل كده compare هنقارن ما بين حاجات مش مهمة الحاجات دي قوي اللي ده هو المهم اللي هو agreeing disagreeing و giving opinions نقول آرائنا ونوافق ونعترض على الآراء. أول حاجة نسأل واحد عن رأيه ونقول له what's your opinion of or about something يعني أنا مثلا بقول له إيه رأيك في الأكلة دي what is your opinion about this meal about this meal ما رأيك في هذه الوجبة أو what do you think of this meal ماذا تعتقد في هذه الوجبة do you agree that هل تعتقد أن this meal is good هتعتقد أن هذه الوجبة جيدة كل ده بناخد رأينا في الوجبة okay فبيقول I think أو I believe it's wonderful مثلا I believe it's wonderful in my opinion it's wonderful كل ده بعبر عن رأيي ب I think I believe in my opinion في رأيي كده طيب أنا لو واحد اتكلم الفكرة وأنا عايز أوافق على كلامه أو أتفق معه أقول له إيه I agree أو I think so أعتقد ذلك أو that's what I think هذا ما أعتقده okay لو مش موافق أقول له I disagree but I disagree أو I do not agree I don't agree أو I'm afraid I'm sorry but أنا آسف أو أخشى أنني لن أستطيع I'm afraid I'm sorry but I can't do that يعني ما أقدرش أعمل كده I don't have the same opinion ماليش نفس الرأي يعني أنا رأيي مناقض لرأيك I don't feel the same as you about that ليس لدي شعور مثلك عن هذا يعني أنا مش حاسس بنفس الإحساس بتاعك في الموضوع ده يبقى أنا برضو بختلف معك I'm not sure about that أنا مش متأكد من إيه من هذا يبقى برضو مش متفق معي You were wrong أنت مخطئ على طول كده بس دي خبط لازم ما ينفعش نقول على طول أو كده What? No way يعني لا مستحيل طبعا لما يكون واحد بيقول له ايه رأيك تجرب السكيتنج قال له لا لا مستحيل ما عرفش عمل سكيتنج طيب هنا الاتشيفمنتس بتاع البلد بتاعتك بيقول له How do you feel about your country's achievements ايه رأيك في انجازات بلدك فقال له I feel very proud انا فخور جدا بها او it makes me happy بتجعلني سعيدا okay Do you want people from other countries to like and respect your country? أتريد أن الناس من البلاد الأخرى تحترم وتحب بلدك؟ قالوا of course طبعا أكيد كلنا of course yes I do بالطبع أريد What other Egyptian achievements are you proud of? إيه الإنجازات المصرية الأخرى اللي أنت فخور بها؟ فبدأ يقول له I think the administrative Capital M جلالة City Projects يعني العاصمة الإدارية ومشروع مدينة الجلالة حاجة مهمة جدا تعالوا بقى نحل كام سؤال كده سريعا عشان احنا طولنا قوي في الفيديو تحيا بس Bridge is the world's bridge طبعا ده world's احنا قلنا world's فيها apostrophe S يبقى مش هنجيب ذا لأن هي ذا جاي أصلا في الأول the world's highest ولا longest ولا widest ولا biggest كلهم جايين زي ما قلنا الصفات فيها EST بس هو الأعراض يبقى widest okay it opened in 2019 May January March April طبعا هو اتفتح في مايو okay it's not M wide هو عرضه قد ايه عرضه هنلاقي عرضه انا مش فاكر بالضبط كان قد ايه بس هو كان كام ممكن نرجع في الدرس هنلاقي عرضه وممكن نجاوب منها هي دي معلومات عامه طبعا على دي فتره الاستماع لو هنقرا نص عشان ايه نقرا يعني المفروض المستر بيقرا نص الاول ويديك المعلومات وبعد كده بتحلها فانا ما قريتهوش نشوف الاختيار على طول
Choose the correct answer from A, B, C, or D. Ahmed is intelligent than Sam. Ahmed is as intelligent ولا most ولا more ولا least. هنا عندنا intelligent صفة طويلة وجاي معنا than، يبقى قبلها لازم يجي كلمة more intelligent than، مقارنة بين اتنين. This is the company in the world. The يبقى يجي بعدها صفة فيها est more big biggest bigger big يبقى biggest. Okay، بيقارن ما بين الشركة دي وشركات العالم كله. Are you proud the Egyptian؟ خد بالكم من verb to be. Proud يجي بعدها مصدر يبقى ايه اللي هيجي هنا proud to. لو قال of يبقى هنا يجي being، يبقى are you proud of being Egyptian. اللي بعدها بيقول the bus was كذا. I didn't find a place to stay. بلقيتش مكان اقف في الاوتوبيس. يبقى الاوتوبيس كان ايه deep ولا heavy ولا crowded ولا fast؟ اكيد crowded يعني مزدحم. Many people enjoy walking on the glass of Tahya Misr Bridge. Flower, flow, flower, flower, fire. Flower, flower الاثنين بيتنطقوا زي بعض. Floor وفire هنا نار أرضية. Flower معناها دقيق وflower معناها زهرة. يبقى ناخد the glass floor. Okay. It's important to be polite. من المهم أن تكون مؤدبا when you your opinion. أما تعمل إيه في رأيك؟ make your opinion, take your opinion, give your opinion, ask your opinion, but give your opinion. Mountain climbing is the most sport. هي إيه أكثر رياضة في إيه؟ beautiful ولا safe ولا cheap ولا dangerous؟ يبقى most dangerous sport يعني أخطر رياضة أو أكثر رياضة في الخطورة. Okay, then most وصفة طويلة. Okay, safe آمن beautiful جميل cheap معناها رخيص. Okay فاضل حاجات بسيطة في الدرس نحلهم بسرعة. The opposite of quiet is عكس quiet noisy happy funny angry. طبعا كلمة noisy لأن quiet هادي noisy صاخب. Happy سعيد funny يعني لطيف أو مضحك و angry غضبان. My younger brother loves my dad. They are the same. They are the same يعني هم شكل بعض بالظبط. يبقى looks إيه looks like ولا looks angry ولا some ولا same. Looks like. Look like يعني يبدو مثل. What's your of doing a sport every week? What's your what? Dream ما حلمك thought اعتقادك. Opinion رأيك. Think يعني يعتقد. يبقى what's your opinion of doing. كلمات نصححها في الجمل بيقول how much people helped to build the bridge. طبعا people ناس مش هنسأل بالكمية هنسأل بالإيه بالعدد. يبقى how many people. سلمى is the more active girl. Active صفة طويلة يبقى the most قبل الصفات الطويلة. He is the good friend of mine. طبعا good هنا قبلها ذا ما تنفعش تبقى good تبقى ايه the best لان good بتتغير شكلها في افضل تفضيل او comparative السوبرلاتيف. How long is it? It's 67.36 meters wide. هنا بتكلم عن العرض يبقى how wide. How wide is it? يبقى ديك الورد العرض. What's the more difficult subject at school? The more تبقى ايه؟ تبقى the most يعني الأكثر صعوبة. What's the most difficult subject? How age is passing? هنا كلمة age دي noun. قلنا لما يكون في noun يبقى السؤال يبقى ب what. إنما لو كانت دي صفة يبقى السؤال بهاو. How old؟ إنما what age. رحمة is the most polite girl I've never met. يبقى I have ever met اللي قابلتها. أكثر فتاة مؤدبة قابلتها هي رحمة. يبقى احنا كده خلصنا الدرسين. ياريت يكون عجبكم.
لو كان عجبكم وانتم ما كنتوش اشتركتوا في القناة، نيجي هنا في يمين الشاشة من تحت وندوس على زر الاشتراك وندوس على زر الجرس علشان يجيلنا بقية الاشعارات بالفيديوهات اول باول. اشوفكم في درس جديد مع مستر نسيم الانجليش. باي باي.